بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني الحبيب، اخواتي الحالات، كما كتشوفوا اليوم يعني جينا باش نحصل على الخال ديالنا وغنديروا واحد الاطار او العتلية ديالنا، عفوا كما يسمى بالهاوس. غنزيدو ان شاء الله حيت المحل ديالنا راه خدام مزيان، ولهذا كما غادي تشوفوا الشبكة ضروري من الشبكة اللي غتشوفوها هي هادي، هي اللي غنديرو هي الأولى، عاد نحطو فوق منها العسلية ديالنا. هذا الهاوس، كنزيد الطبقة الأولى الثانية على حسب المرعى ديال المحل. كنزيدو احنا غنكتفيو بواحد يعني بعتلية وحدة، يعني مثل مرة أخرى إن شاء الله، وإن شاء الله غادي نزيدوها، إن شاء الله غنزيدو العتلية الثانية طبقتين ما قبل الخلية الأولى. كما كتشوفو نحلو على الخلية ديالنا، ما تشوفوا غنحيدوا الخيش اللي كنحطوه فوق من الخلية ديالنا من الفوق، يعني كنتعاملوا بهدوء، واحد الهدوء التام باش نحيدوا الخيش ديالنا باش نرفعوا الاطارات نشوفوا واش كاين العسل ولا ما كاينش. كتشوفوا ما شاء الله على المحل خدام مزيان، سلالة من النوع الرفيع كما كتشاهدوها. يعني نحن كنتعاملو معاه بواحد الهدوء اللي هو التام، واحد الهدوء نحن كيبغي الهدوء بلا ما نستعملوش الدخان. النحل ديالنا راه خدام وكنتعاملوا معاه بهدوء هدوء كما كتشوفوا. ملي كنهزوا الاطارات كنهزوا بواحد الطريقه اللي هي رائعه تبارك الله ما شاء الله. كما كتشوفوا واحد الاطار فيه العسل اللي حنا خدام عليه ما شاء الله، ما شاء الله خدام خدام مزيان، يعني نحن ما شاء الله لا بأس به. كما كتشوفوا الاطار الشمعي راه خدام خدام في جماع العسل كما كتشوفوا ما شاء الله. ونحطوا هذا جانبا لما نفحصوا بعد الاطارات نشوفوا. كما كتشوفوا هزينا واحد الاطار اللي هو فيه العسل لا باس به، وغنتبعوا الاطار الثاني ما شاء الله. كما كتشوفوا عسل ناضج، باقي ما ختمش عليه النحل، يعني مازال خدام النحل ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. كذلك كنحطوه جانبا عفوا، او كنردو للبلاصه ديالو. هذا كنتعاملو حنا بهدوء بلا دخان، يعني كنتعاملو بهدوء. وغنهزو الاطار الثالث كما كتشوفو، هو هذا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، في بايت وفي الدود يعني المغلوقة، وفي البايت مفتوح، في الحضانة مغلقة، يعني ما شاء الله. احنا كنشوفوا ما تكونش الملكة في المد باش ما نزلوش لفوق. علاش درنا هاد الشبكة هادي؟ درنا على الملكة باش ما تطلعش لينا الفوق، لهذا هذا الإطار هذا غادي نطلعوه الفوق باش إن شاء الله
الدود والنحل الصغير اللي غيخرج ان شاء الله غيخدم الفوق وغيخدم على العسل لا العسلية ان شاء الله. ما شاء الله هذا غنخليه باش نديرو الفوق. ما شاء الله ما شاء الله، فيه العسل، فيه اليرقات، حضنة، عسل، بيض مخلط، ما شاء الله ما شاء الله. كما كتشوفوا المحلة وهذا كنت عامل معاه بهدوء، لهذا كنوصل الإخوان المحلين يتعاملوا مع المحل بهدوء، ما يكونش واحد الإزعاج اللي كيزعج المحل، يتعاملوا معاه بطريقة سلمية. ولهذا هذا المحل هذا كيعتمد علينا باش ما شاء تيجي الله. اللي كنخدمو معاه فهو كيخدم معانا، ما كيكونش واحد الإزعاج. ما شاء الله النحل خدام مزيان حضانة كما كتشوفوا، النحل واليرقات ما شاء الله لوحة فنية، ما شاء الله. لوحة فنية ما شاء الله ما شاء الله، لوحة ما شاء الله. فنية كما كتشوفوا، سلالة رائعة هنكتفي بهذا الشيء كتخدم الاخوان، مزيان. بغيت ندير واحد الازعاج من المحل، ما شاء الله غنعمر ان شاء الله باذن الله عسل و غنخدموا الهاوس ديالنا، ما شاء الله. ما بغيناش نزعجوه انه يتزعج، يعني بغينا فقط حنا نديروا الهاوس الفوق ان شاء الله باذن الله. لهذا كنرجعوه مرة أخرى، كنرجعو هذا باش ما يكونش واحد الإزعاج ديال المحل، لهذا كنكتفيو بهذا بقدر، ما بغيناش ندير واحد الإزعاج لهذا المحل هذا. الإطارات كنردو الإطارات للبلايص ديالهم، كنردهم كذلك بهدوء، إلا واحد اللي فيه اليرقات وبيض وحضنة غنديروه الفوق، غنخليه ونطلعوه العسلية ديالنا كما كتشاهدوا. هذا هو الإطار الموطوط، هذا كان إطار نمشيو عند إطار إلا ما عندناش كنمشيو عند مال النحل، يعني اللي كيبيع لوازم النحل كنشريو من عنده إطارات ممطوطين يعني مصنوعين، هادو ديال النحل غير كنخويو منو العسل في الماكينة كنرجعوهم، ولا كنشريو إلا ما عندناش الماكينة كنشري كنمشيو عند أصحاب اللي كيبيعوا المسائل ديال المحل، كنمشيو كنشريو هاد الإطارات الموطوطين، هادو هما باش كيخدموهم المحل بسرعة، كيعمرو بسرعة والعسل كيتواجد معانا بسرعة. لهذا هاد الإطار إلا حطينا ديال الشمع أساس، يعني كيكلف لينا واحد، علاش كنكلف كنديرو هذا النحل حيت ما كاينش ياكل، خاصو ياكل واحد الناس ديال النحل عاد يصاوب بهذا الاطار الموضوع. كنديرو هذا منطوق لان الخط الشرعي ما كتشوفوه ما كيكونش اطار جيد، كنستعملو هذا ان شاء الله غادي هذا كان غادي نحطوه في العتيق ديالنا يصاوب هذا او غنردوه لهنايا في بلاصه الاخر اللي غنطلعو لفوق. الى غيصابوا المحل مثلا، المحل غيصاب هاد الشيء هذا وحده كيكلف ليه كيلو ديال العسل، ولما حنا كتشوفوا حنايا الاطار ديالنا رائع، غادي نحطوه مباشرة غيخدم عليه المحل. كما كتشوفوا الاخوان حنا غنبداو في نحطوا العسلية ديالنا. اول حاجة كنحطوا الشبكة او حاجز ملكي، يعني باش ما طلعش لنا الملكه، الا حيدنا هاد الشبكه غتطلع غتبيض من الفوق. حنا بغينا العسل فقط يكون الفوق فقط، بغينا عسل ناضج يكون الفوق. لهذا العسليه ديالنا بهدوء، لهذا كنتعاملوا بواحد الهدوء اللي هو تام، كنحطوها باحكام كما كتشوفوا. هذوك كما كتشوفوا دوك الجناب اللي كيبانو، هذوك غنغلفوهم بالسكوتش، داك السكوتش ديال لومبالاج هو باش غنغلفوها كما كتشوفوا.
لهذا كنوري الطريقة للناس المبتدئين باش يخدموا راسهم بلا ما يجيبوا شي نحال، يعني شي نحال ولا شي حاجة. اللهم نخدموا راسنا ونعرفوا اش كنديروا. كما كتشوفوا الإطار ديالنا اللي ممزوج بالبايب ديال الحضانة، حضانة مغلقة، يعني بايب مفتوح، يرقات، يعني كلشي واجد. كما كتشوفوا كنحطوها لهذا، غنرجعوها للوسط غير انا سبقتها باش تاخذ المكان ديالها. كما كتشوفوا كنزيدوا عليها الاطارات الممطوط، يعني الاطار الشهداء مصوبه على حقها وتريحها، غادي يخدم عليها نحل، غينقيها، غيدخل غينقيها وغادي يعمرها بالعسل مباشره كما كتشوفوها. كما كتشوفوا من بعد حطينا أربعة ديال الإطارات مضغوطين زائد الإطار ديال اللي فيه اليقات والحضانة. كما كتشوفوا هنا كنديروا سكوتش، وإن شاء الله ملي نكمل غنعاودوا إن شاء الله باش نغلفوها كاملة بالسكوتش بإحكام، باش ما تدخلش لينا شي حشرة أو شي نحلة غتسرق لينا العسل. ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله غنكتشفوه، يعني كما كتشوفوا الطريقه رائعه فنيه، يعني كنزيدوا واحد الطبقه الاولى ومن بعد ان شاء الله الوقت الوقت ديال الربيع غنزيدوا طبقه اخرى، غتزيد الطبقتين زائد الخليه الام. حبونا الطريقه هذه زيدوا بها القدام كما كتشوفوا النحل، يعني غيطلع من فوق الشبكة أو غيطلع العسلية وغادي يعمر الإطارات الممطوطين بالعسل فقط. يعني كما كتشوفوا واحد السيد سي أنوار هو قدام ديالنا، إن شاء الله غنعطيه الكلمة يتكلم لينا. معاه بهدوء تام، ما غاديش تفرش حتى شي نحله كما كتشوفوا، ولهذا كنشوفوا كما كتشوفوا الطريقه ديالنا. ها انوار، ها هو فوسط المسائل ديالنا باش كنخدموا، ولهذا ان شاء الله غادي تنتظرونا ان شاء الله قريبا في الغابات، يعني غنمشيو ان شاء الله نقلبوا على الخليه ديال النحل البلديه ان شاء الله وغنصوروهم ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. شحال هادي ما طلعناش في الغابة وسميتو، إن شاء الله قريبا إن شاء الله غنطلعو نقلبو. هذا هو يعني الموسم ديال العسل، ديال العسل إن شاء الله. ولهذا كنضرب لكم موعد إن شاء الله، متنسوناش اللايك، متنسوناش اللايك إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا شنو تقول سي أنوار للمشاهدين؟ نقول لهم الدراري بزاف بزاف عافاكم. نحالي، شنو تقول نحالي؟ نحالي تحية لكم بزاف، وطابور مع سي موغوش ضروري ضروري. لا كنت نتوما ما كان والو الدراري، تصطابونا مع السمو والحل كل شيء. شكرا، يدير المستحيل هو باقي على قبلكم نتوما، على قبل. شكرا شكرا شكرا، وعافاكم الله يكثر الدراري. شكرا سي انوار، شكرا سي انوار اللي معنا دائما تكون معنا ان شاء الله. شي مغامره يعني النحل في الغابه غنديو معنا ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى، وغادي يكون في وسط النحل وغادي ياكل العسل ان شاء الله. يلا بارك الله.